حاولت أبعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. أكلمك ما بتسمعنيش، أفهمك ما بتفهميش. مفيش بينا اتفاق، مفيش بينا اتفاق مع ريهام وأمير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. وحياتنا خناق في خناق. ايه يا حبيبتي جايباني على ملا وشي؟ في ايه؟ خضتيني. انا جبتك النهارده عشان اقولك على خبر مهم قوي يا امير. خير يا ريهام؟ انا قررت ادخل عالم الفن. تدخلي عالم الفن ازاي يعني؟ نفسي اغني وامثل واعمل كل حاجه نفسي فيها من وانا صغيره. بس انا اول مره اعرف انك فنانه. كل واحد فينا جواه فنان ولازم يدور عليه. بس لازم يكون عندك موهبة أو رسالة. وأنا عندي الاثنين، وبعدين أنا نفسي أقدم فن ورسالتي هي الحب. الحب أحلى حاجة في الدنيا يا أمير. أنت بتهرجي صح؟ لا أنا بتكلم بجد. والله أنا أعرفك بقالي سنين وأول مرة أسمع أن أنت بتحب الفن. عشان الموهبة كانت محبوسة جوايا. وإيه خططك بقى الجاية؟ أنا بجهز مفاجأة كبيرة. مفاجأة إزاي يعني؟ بعمل سنجلية جديدة، بس مش زي الكلام الموجود في السوق خالص دلوقتي، حاجة مختلفة جدا. ومين بقى اللي هيعملك الأغنية؟ بتعاون فيها مع ملحن شاب بس موهوب جدا صراحة، وحد جميل قوي، وعامل لي حالة فنية فريدة. يا نهار مش فايت. انت مين؟ أمير انت المفروض على فكرة انك تشجعني. ها؟ ربنا معانا جميعا. خلاص يبقى بالليل هتيجي معايا الاستوديو وتسمع الأغنية. انت لحقتي؟ امال ايه؟ هو انا هضيع وقت؟ وان شاء الله هصورها قريب قوي. ايوه ايوه يا استاذ، انت رايح فين؟ انا داخل جوه لخطيبتي. مش ده استوديو الفن الرقيق؟ ايوه يا استاذ هو ده الاستوديو. بس مين بقى خطيبه حضرتك؟ هي اسمها الاستاذه ريهام. حضرتك قصدك الفنانه الحبوبه روره. روره؟ هي بقى اسمها روره؟ ما علينا، دخلني بس. اتفضل يا استاذ. ياللي نسيتني ونسيت الايام، على لي بقى ده البعد حرام. ازاي عينيك بتغمض وتنام، ده انا روحي فيك وكفاية خصام. انت حبيبي، ايوة حبيبي، يا حبيبي. انت حبيبي، ايوة حبيبي، حبيبي انا. عظمة على عظمة يا حبوبة. ايه رأيك يا حبيبي؟ مش تحفة؟ الله يخرب بيتك، ايه القرف ده؟ وايه الرورة دي؟ وايه الحبوبة دي كمان؟ بقولك ايه، انا مش هسمح ان انت تهدم موهبتي الفنية ابدا. وبعدين رورة الحبوبة ده اسمي الفني، اوكي؟ فنك؟ انت صدقت نفسك؟ يلا نجري قدامي. والله هنا اقدر اقولك يا امير ان كل واحد فينا في طريق. مع السلامة واشوف وشك بخير. وشي بخير؟ انت فاكرني محمود ياسين ولا ايه؟ بكرة تندمي. سلام. يا كوتش مالك كده حالك مش عاجبني؟ لا بنس متضايق شوية. يا عم كبر، ما كانتش بت يعني. انا مش عارف انت ليه بتاخد كل حاجة على صدرك كده. حصريا على نجوم اف ام، الفنانة الحبوبة رورا. يلي نسيتني ونسيت الايام، يا عم مالها يا عم، ما تخليها تغني، ما كله بيغني. وبعدين الاغنية فيها شوية حركات كده يعني. والنبي اسكت اسكت، انت عيل تافه. انت حبيبي، ايوه حبيبي، يا حبيبي. ومعانا الفنانه الحبوبه رورا. اهلا بيكي. اهلا اهلا. قبل ما نبتدي الكلام احب اقول ان انا بحبكم كلكم بجد قوي قوي قوي. ممكن تكلمينا عن مشوارك الفني؟ مشواري الفني؟ ده انا ممكن اقعد حلقات وحلقات احكي لك عنه. بس اللي اقدر اقوله لك ان اهلي اكتشفوا فيا الموهبه دي من وانا صغيره قوي. واحب اقول لكل فنان ان اكيد اكيد في ناس كتير قوي حاولوا ان هم يحاربوه عشان فنه يظهر، بس هو بجد لازم يدافع عن فنه. وهل في حد حاربك في مشوارك؟ كتير، وللاسف اقرب الناس ليا. بس انا كان عندي رساله ولازم اقدمها. وتحب تقوله؟ اقول له يا اللي نسيتني ونسيت الايام، تعال لي بقى ده البعد حرام. دلوقتي هنروح نسمع أغنية الفنانة رورا يلي نسيتني ونسيت الأيام. يلي نسيتني ونسيت الأيام، الأيام على لي بقى ده البعد.
الو ايوه يا امير. ايوه يا ريهام دلوقتي جاي تكلميني بعد ما فشلتي واغنيتك ما دخلتش التوب 100 حتى. انت كان عندك حق يا امير، انا اتبهدلت وفعلا الغنى ده بجد مش حتتي خالص. ما قلنا كده من الاول. طب خلاص انا اسفه، هنرجع تاني لبعض؟ ما دام عائلتي يبقى اوكي. لا خلاص توبه بجد وعقلت، انا عندي ليك بس مفاجاه هتعجبك قوي. ايه يا حياتي؟ انا جالي حته دين دور بطوله مع مخرج عملاق. تاني يا ريهام تاني؟ ومين بقى العملاق ده ان شاء الله؟ كينج كونج ولا ايه؟ ده الاستاذ حميد يوسف. يا نهارك اسود، وعامله دور ايه؟ دور الحبيبه طبعا. والحبيبه دي بقى بتتحضن وبتمسك ايديها؟ امير بليز بلاش جهل، وانا اكيد مش هعمل كده غير لو في الاطار الدرامي وبيخدم طبعا المشهد. الله يخرب بيتك يا ريهام. من فضلك، انا اسمي ريري وده اسمي السينمائي الجديد. حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال، حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. استنونا بكرة في نفس الميعاد، مفيش بينا اتفاق. كتبها امير عيد، تمثيل ريهام الشيخ، امير عيد، هند رضوان، احمد وليد، اخراج رامي محسن. وحياتنا خناق في خناق.